قال له أصحيح له عندك 500 دينار؟ قال نعم له عندي 500 دينار لكن والله ما أملك سدادها. قال القاضي إذا نسجنك. الله المستعان. قال يا حضرة القاضي أما إذ أبيت على سجني فاجعلني أذهب إلى أهلي أبلغهم بهذا الحكم ما يدرون عني وارجع لك بكرة. قال ومن يضمنك؟ من يكفلك؟ قال يكفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أيها القاضي أنني لو لم أحضر غدا فأنا لست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القاضي كان فيه لمسة إيمانية فقال له قبلنا كفالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذهب الرجل إلى زوجته. الزوجة كانت مؤمنة وحكى لها الخبر. قالت الزوجة دام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنك هذه الليلة وأعادك من عند القاضي اجعلنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة طوال الليل. الله أكبر. فبدأوا يصلون على المصطفى صلى الله عليه وسلم طول الليل حتى ناموا وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبيل الفجر وإذا به يرى في المنام هذا الرجل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وقال له إذا كان من الغد اذهب إلى الوالي وأبلغه وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك السلام ويقول لك اقضي عني ديني وإذا سألك الوالي ما هي أمارتك فقل له يبلغك رسول الله أنك تصلي عليه كل ليلة 1000 مرة إلا البارح أخطأت في العدد ونقصت لكن يقول لك قد وصلتنا وافية. أصبح الصباح الرجل توجه إلى الوالي واستأذن بالدخول ودخل. فلما دخل قال أيها الوالي يبلغك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ويقول لك اقضي عني ديني. مباشرة قال الوالي وما أمارتك؟ قال يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تصلي على رسول الله كل ليلة 1000 مرة والبارح أخطأت في العدد ونقصت لكن يقول لك قد وصلتنا وافية. هذه العلامة. فبكى الوالي وأخرج 500 درهم وسلمها إياه وأخرج 2500 درهم وقال هذه هدية مني لك ببركة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذها الرجل واتجه إلى القاضي. لما دخل عند القاضي ورآه القاضي رآه القاضي بلهفة قال وينك يا رجل احنا مشتاقين نشوفك. قال هذا أنا حضرت. فأخرج القاضي صرة فيها 500 درهم وسلمها هذا الرجل وقال له اقضي دينك لهذا التاجر. قال ولما؟ قال ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة وقال لي إن قضيت عن هذا الرجل دينه قضينا عنك يوم القيامة. الله أكبر. وفجأة وإذا بالتاجر يدخل. فلما دخل وهو يلهث الله أكبر. قال وينك يا رجل نبي نشوفك. قال هذا أنا حضرت. قال للقاضي حضرة القاضي إنني قد عفوت عن هذا الرجل خربتت. وأخذ صرة فيها 500 درهم وسلمها إياه. قال له ما هذا؟ قال ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة وقال لي إن تعفو عن هذا الرجل غدا نعفو عنك يوم القيامة. الله المستعان. فخرج مقضى عنه دينه وخرج وأيضا معه مبالغ من الوالي 2500 ومن القاضي 500 ومن التاجر 500. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي وهو في المسجد ولما سأله عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أجعل صلاتي لك كلها يا رسول الله قال إذن يقضى دينك وتكفى همك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم آمين.